Alaikum Bonjour, chers étudiants. Toujours dans la continuité du cours Terminologie des sciences économiques et de gestion, préparé par moi-même, Mohamed Najari, et le professeur Abouziane Dabaji. Nous avons parlé de la la de l'économie, في الحصه ان شاء الله غنتكلموا على التحليل الاقتصادي لاناليز التحليل الاقتصادي هو جزء من علم الاقتصاد ويتناول دراسه العلاقات السببيه بين الظواهر الاقتصاديه وتقسيم الظاهره الى عناصرها الجزيئيه التي يمكن فهمها بسهوله اكثر من فهم الظاهره في كليتها ومن ثم صياغه الفرضيه التفسيريه للظاهره على اساس العلاقه تابعيه او سببيه تلاقا من هذا التعريف فالتحليل الاقتصادي هو اننا كناخذوا ظاهره اقتصاديه او مشكله اقتصاديه وتنحاولوا نديروا دراسه للعلاقات السببيه بين هذه الظواهر يميز الاقتصاديون بين نوعين من التحليل التحليل الجزئي او الاقتصاد الجزئي ميكرو ايكونومي وما يسمى بالاقتصاد الكلي لا ماكرو ايكونومي نتكلم على الاقتصاد الجزئي هو الذي يهتم بتحليل الظواهر الاقتصادية على مستوى الفرد أي يختص بدراسة القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل الوحدات الاقتصادية الفردية أي الأفراد والعائلات والمؤسسات وآلية اتخاذها مثل كيفية استخدام الفرد لراتبه وكيفية توزيعه على متطلبات الحياة مستوى ادخار الفرد مستوى استثماراته دراسة هيكل التكاليف الاقتصادية لمؤسسة معينة أي المنتج مؤثرات الطلب على السلعة نظرية التمن إلى آخره ويمثل الاقتصاد الجزئي او تحليل الاقتصادي الجزئي حجر الاساس الذي تبنى عليه الدراسات الاقتصاديه باكملها اي ناخذ الفرد وتنحاول اننا ندرس تصرفات الفرد كمنتج او كمستهلك انطلاقا من تحليل الظواهر الاقتصاديه المرتبطه بالفرد الاقتصاد الكلي او التحليل الكلي هو الاسلوب الذي عرضه جون ماينارد كينز وجعله اسلوبا منهجيا لفهم حدوث الأزمات في اقتصاد سوق ووسيلة فعالة لمعالجتها وهو دراسة القوى والعوامل التي تؤثر على الأداء الاقتصادي للمجتمع منظور إليهم ككيان واحد إذن هو دراسة الموضوعات والظواهر الاقتصادية الكلية أي الاقتصاد بشكل عام مثل اجمالي الانفاق الكلي للمجتمع، الاستهلاك الكلي، الانتاج الكلي، اجمالي الاستثمارات، اجمالي الادخار، مستوى الاسعار، البطاله، التضخم، الدورات الاقتصاديه، التوازن الاقتصادي، واسعار الفائده والانفاق الحكومي وغيرها من الظواهر الكليه. هو الاسلوب الذي عرضه جون كينز، لماذا؟ لان جون كينز في اطار تحليله لأسباب حدود أزمة 1920 تبين أنه لا بد من الدولة للتدخل في القرارات الاقتصادية وبالتالي فقبل اتخاذ القرار لا بد من دراسة الظواهر الكلية للاقتصاد هذه الظواهر الكلية تعتبر أدوات فعالة في يد السلطات الحكومية من أجل حل الأزمات أي الاختلالات الاقتصادية الكلية الاقتصاد الكلي او التحليل الاقتصادي الكلي يهتم بالمجاميع الكليه للوحدات الاقتصاديه الجزئيه وهنا لا تنطبق قوانين التحليل الجزئي على قوانين التحليل الكلي فدراسه الشجره ليست كدراسه غاب كمثال بالنسبه للبطاله او التضخم هذه الظواهر لا يمكن تحليلها على مستوى الفرد بل يتم تحليلها على المستوى الكلي بينما الانتاج والاستهلاك يمكن تحليلهم على الجانب الفردي أو الجانب لكل فرد كمنتج أو مستهلك وبالتالي فإننا عندما نتكلم عن الإنتاج أو الإستهلاك في إطار مجتمع نتكلم عن ظاهرة الإستهلاك أو ظاهرة الإنتاج وهنا تدخل في موضوع الإقتصاد الكلي بينما دراستها على مستوى الفرد تدخل في إطار الإقتصاد الجزئي بعض الفروق أو أهم الفروق التي تميز التحليل الكلي من التحليل الجزئي في إطار سلوك المستهلك فالتحليل الجزئي دراسة سلوك المستهلك على حيدة بينما في التحليل الكلي فإننا ندرس سلوك قطاع الأفراد كل أفراد المجتمع كأنهم فرد واحد في دراسة سلوك المنتج التحليل الجزئي يدرس سلوك المنتج أو كل مؤسسة منتجة أو مقاولة على حدة بينما في التحليل الكلي فاننا نقوم بدراسه سلوك قطاع الانتاج تجميع كل مؤسسات وكانها واحد اي كل منتجين نعتبرهم منتج واحد في اطار التحليل الكلي بالاضافه الى ذلك تهتم بقطاع الحكومه والعالم الخارجي لانهم ايضا منتجين في اطار توازن السوق في التحليل الجزئي يكون توازن سوق كل سلعه لوحدها وعليه فعدد الأسواق يصبح لا نهائيا وهو بعدد السلع بما فيها عناصر الإنتاج. نتكلم عن سوق السلع والخدمات وفي إطار سوق السلع نتكلم عن كل سلعة على حدة وبالتالي في إطار الاقتصاد الجزئي نقوم بتحليل كل سوق على حدة. بينما في التحليل الكلي نقوم بدراسة التوازنات الكلية حيث عدد الأسواق جد محدود منها أربعة. يعني في اطار اقتصاد الكلي نجمع كل سوق السلع والخدمات نجمعه في سوق واحد يسمى بسوق السلع والخدمات لو مارشي دي بيان وهناك ايضا سوق يد العامله لو دو ترافاي هناك سوق راس المال الارصده النقديه نتكلم عن بارشي دي كابيتو وهناك سوق الصرف او سوق النقد نتكلم عن مارشي دو شانج ايضا في دراسه السعر فالتحليل الجزئي يهتم بدراسه سعر كل سلعه على حده ومنه عدد الاسعار بعدد اسواق السلع بينما في التحليل الكلي لا يهتم الا بالمستوى العام للاسعار والذي يتمثل في الرقم القياسي للاسعار وهذا الرقم القياسي للاسعار هو المحدد لنسبه التضخم والتضخم هي الزياده العامه في الاسعار في دراسه العرض التحليل الجزئي يهتم بدراسة العرض السلع السعر والتكلفة والربح والطلب على السلعة قيد الميزانية ومنحنيات السواء بينما في التحليل الكلي تهتم بدراسة المجمعات الاقتصادية الكبرى كالإنتاج الكلي الدخل الوطني الإنفاق الكلي الاستثمار الكلي تراكم رأس المال مستوى التشغيل مستوى العام الأسعار التضخم إلى غير ذلك هذا وان اختلف التحليلان الجزئي والكلي عن بعضهما من حيث النشاط المدروس لكل تحليل فان موضوعهما في النهايه واحد وهو الظواهر الاقتصاديه. في حين التحليل الجزئي يهتم بالظواهر الاقتصاديه لكل فرد على حده والتحليل الكلي يهتم بالظواهر الاقتصاديه ككل يعني ياخذ كمو... كموضوع الظواهر الاقتصاديه للمجتمع. كذلك فانه لا يوجد انفصال تام بينهما ما دام ان الاقسام او الكميات الكليه ما هي الا مجموع الوحدات الفرديه ماخوذه بشكل كلي. وكمثال عندما نتكلم عن الانتاج الكلي ما هو الا مجموع الانتاج كل مؤسسات الانتاج، يعني مجموع الانتاج كل المنتجين ما يجمع في ما يسمى بالانتاج الكلي، كذلك الاستهلاك نتكلم عن الاستهلاك الفردي لكل فرد على حدة ولكن عندما نجمع مجموع قيمة الاستهلاك لكل الأفراد نتحصل على الاستهلاك الكلي وكذلك الناتج الداخلي الخام لبخدو أن ما هو إلا مجموع القيم المضافة المحصلة لكل الأفراد كمنتجين في إطار مجتمع معين أو في إطار دولة معينة ملاحظة يمكن ان نجد تحليلا اخر وهو ما يسمى بالاقتصاد القطاعي لا ميزو ايكونومي. انا باغلي دو لا ميكرو ايكونومي، لا ماكرو ايكونومي، اي ماتنو ايكونومي. يمكننا ان نجد هذا التحليل وهو اسلوب تحليل محدث اقترحه سيوارت هولاند سنة 1975 وهو أسلوب تحليل المجموعات الصناعية الكبرى التي تشكل اهتمام التحليل الاقتصادي الكلي مثل الفلاحة الصناعة الخدمات الصحة تعليم النقل إذا هو تحليل بين الجزئي والكلي ويعرف تطورا مهم هذا الاقتصاد القطاعي مثلا عندما نتكلم عن الانتاج الكلي لدولة المغرب فهو يجمع كل الانتاج المحصل او المحدث في اطار دوله المغرب بينما عندما نتكلم عن انتاج فرد ما او مؤسسه انتاجيه ما فنتكلم عن قيمه الانتاج لهذه المؤسسه مثلا عندما ناخذ قطاع السيارات قطاع السيارات فهو جزء من قطاع الصناعه عندما نتكلم عن صانع للسيارات فانتاجه يدخل في اطار التحليل الجزئي بينما الإنتاج ككل الصناعة والخدمات والقطاعات الأخرى يدخل في إطار الإنتاج أو التحليل الكلي. بينما عندما نأخذ الإنتاج قطاع السيارات لوحده فهو يجمع جميع الإنتاج للمنتجين الذين يعملون في قطاع السيارات. وهذا التحليل في اطار تحليل قطاع السيارات قطاع الخدمات نتكلم عن الاقتصاد القطاعي او ما يسمى لا ميزو ايكونومي الجانب الثالث الذي سنتكلم عنه في اطار التحليل الاقتصادي هو طرق البحث طرق البحث والتحليل الاقتصادي اولا سنتكلم عن المناهج مناهج التحليل الاقتصادي من اجل التعرف على البحث العلمي وكيفيه كتابته لابد من التعرف على المنهج العلمي الذي من خلاله يخطط الباحث طريقه في كتابه البحث وهناك منهجين في كتابه البحث العلمي وهما يا اما المنهج الاستنباطي لا ديمارش او المنهج الاستقرائي لا ديمارش ما هو تعريف هذه المناهج هو ما سنرى في اطار المنهج الاستنباطي او ما يسمى بالمنهج الافتراضي او الاستنتاجي تعتمد هذه الطريقه على وضع فرضيات عامه يتم التسليم بصحتها بصفه مسبقه ولا يناقش في مدى التصاقها بالواقع ومن خلال اخضاع هذه الفرضيات العامه لقواعد التحليل المنطقي والعقلي يتم استنتاج قوانين واحكام منها يمكن منها يمكن تطبيقها على وضعيات وحالات خاصه او امور جزئيه ان عمليه الانتقال من العام الى الخاص ويمكن ان ناخذ مثلا المقدمتين التاليتين تزداد الارباح كلما انخفضت التكاليف تكاليف المشروع منخفضه فانه يمكن استخلاص النتيجه المنطقيه التاليه اذا المشروع يحقق ارباحا المنهج الاستنباطي هو منهج يعتمد على الانتقال من العام الى الخاص. اي نضع فرضيات عامه التي يتم التسليم بصحتها مسبقا ثم نذهب الى الواقع. فان كان الواقع مطابق لهذه الفرضيه فيمكن استخلاص النتائج. مثال اخر عندما نقول كل المغاربه ياكلون الكسكس فنقول فلان مغربي فبالضرورة المنطق يقول بأنه فلان يأكل الكسكس هذا ما يسمى بالمنهج الاستنباطي وهو الانتقال من العام إلى الخاص أما المنهج الاستقرائي أو المنهج الواقعي أو الاختباري فهو تقريبا العكس وهو الانتقال من الخاص إلى العام وتبدأ هذه الطريقة الطريقة في التحليل من الخاص إلى العام فكرة منهج الاستقراء هي التوصل إلى الأحكام الكلية عن طريق مراقبة الحالات الجزئية أي الانتقال من الجزئي إلى العام أو إلى الكلي بمعنى إن صدق الحكم على الأجزاء يمكن تعميمها أو تعميمه على الحالات الكلية وبمعنى اخر فالطريقه الاستقرائيه هي التي تقوم على ملاحظه الوقائع ثم محاوله وضع الاسس التي تحكم هاته الوقائع. فمثلا اذا لاحظنا ان نسبه الانفاق تزداد كلما كان الدخل منخفضا فانه يمكن تقييم هذا الحكم بالقول ان الدوله الغنيه تنفق نسبه اقل من النسبه التي تنفقها الدوله المتخلفه الفقيره. هذا المنهج قلنا أنه يذهب من الخاص إلى العام فمثلا عندما أقول أن فلانا مغربي جنسيته مغربية فلان يأكل الكسكس وبالتالي يمكن تعميم هذه الخاصية والقول بأن كل المغاربة يأكلون الكسكس وهذا ما يسمى بالمنهج الاستقرائي السؤال الذي يطرحه هنا في إطار التحليل الاقتصادي هل يتبع المنهج الاستقرائي أم المنهج الاستنباطي في مناهج التحليل الاقتصادي أقدم علم الاقتصاد على استخدام المنهجين معا ولكن الأهمية النسبية لكل منهج اختلفت باختلاف المدارس الاقتصادية أو بتطور الفكر الاقتصادي وهو ما سيكون موضوع فصل الثاني من هذه المادة ثالثا سنتكلم عن طرق تحليل الاقتصادي تكلمنا عن المناهج عن المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي الان سنتكلم عن الطرق التي يتبعها التحليل الاقتصادي هناك عدة طرق يمكن أن يختار منها الباحث للقيام بالتحليل الاقتصادي وهي الطريقة الوصفية الطريقة الرياضية والطريقة القياسية لا ميثود ديسكريبتيف لا ميثود ماتيماتيك إلى ميثود ما هي الطريقة الوصفية؟ La méthode تتضمن هذه الطريقة تحليل الظواهر الاقتصادية بطريقة وصفية أي لفظية باستعمال الكلمات دون أن يكون هناك ربط دقيق بين الظواهر المختلفة هذه الطريقة مفيدة في تحليل العلاقات التي تصعب صياغتها بطريقة كمية وبالتالي فإننا عندما نلاحظ ظاهرة ما فالطريقة الوصفية تعتمد على وصف هذه الض... هذه الظاهرة عن طريق كلمات غالبا تكون هذه الطريقة متبعة عندما لا نقدر على تكميم أو شرح الظاهرة بطريقة كمية أي بطريقة باستعمال الأرقام والأعداد وبالتالي سنعتمد على الكلمات وعلى الوصف الطريقة الثانية هي الطريقة الرياضية لا ميثود ماتيماتيك تستخدم هذه الطريقة في تحديد العلاقات الدالية بين المتغيرات الاقتصادية لتلافي احتمال الوقوع في خطأ منطقي إذا ما استخدم المنطق اللفظي وبالتالي فالطريقة الرياضية تعتمد على تحليل الظواهر انطلاقا من العلاقات الدالية بين المتغيرات أي عندما نقول متغيرات مثلا الدخل يؤثر على الاستهلاك ويمكن تكميمها يعني يمكن تعبير عليها بطريقه كميه وليست كيفيه بينما ذوق المستهلك فيمكن وصفه ولكن عندما ندخل في المؤثرات او المتغيرات الاقتصاديه التي يعبر عنها بالارقام والاعداد فيمكن استعمال الطريقه الرياضيه للتعبير عن العلاقات التي تربط بين هاته المتغيرات والطريقه القياسيه لا ميثود ايكونوميتريك تعد هذا المنطق محاولة تحديد العلاقات الدالية بين المتغيرات الاقتصادية أين تعدى الطريقة الرياضية إلى محاولة معرفة العلاقات الكمية التي تربط بين هذه المتغيرات بعضها ببعض كما أن هذا التحليل يسمح بالتنبؤ بالقيام لأهم المتغيرات لرسم السياسة الاقتصادية في إطار الاقتصاد الكلي وبالتالي عندما نقوم ب تحديد علاقه داليه بين متغيرات اقتصاديه فيمكن استعمال هذه الداله او هذه العلاقات للتنبؤ كمية التي سيأخذها تغيير اقتصادي هنا سنصل الى نهايه الفصل الاول من مصطلحات العلوم الاقتصاديه والتدبير ساقوم بتذكير او ان ريزومي ريكابيتولاتيف دو دو في اطار التذكير عرفنا علم الاقتصاد قلنا بان علم الاقتصاد هو علم اجتماعي موضوعه الانسان ذو الاراده يهدف الى دراسه العلاقات بين الحاجات المتعدده والموارد المحدوده بغرض تحقيق اكبر قدر ممكن من اشباع الحاجات عن طريق الاستخدام الكفء للموارد المتاحه من العمل على انمائها باقصى طاقه ممكنه اخذت هنا تعريف مبسط وتعريف شامل لعلم الاقتصاد كما راينا في النقطه الاولى لهذا الفصل بعد ذلك تكلمنا عن المشكله الاقتصاديه وقلنا بان المشكله الاقتصاديه لها ركنان الحاجات المتعدده للانسان وندره الموارد ولو لم تكن هذه المشكله اي ندره الموارد مع الحاجات المتعدده لم يكن للاقتصاد او لعلم الاقتصاد اي موضوع اي عند اذا لم تكن الموارد نادره والحاجات متعدده فليس لنا حاجه في علم الاقتصاد. تكلمنا ايضا عن موضوع علم الاقتصاد وقلنا وقلنا بانه هو الظواهر الاقتصاديه للفرد الناشئه عن نشاطه الاقتصادي في اطار الانتاج، التبادل، الاستهلاك والتوزيع وايضا هذه الظواهر الاقتصاديه للفرد كما راينا في التحليل الجزئي تؤثر على الظواهر الاقتصاديه الكليه التي تدرس على مستوى المجتمع بصفه عامه وهي التنميه، الدخل والادخار والاستثمار والتضخم والدورات الاقتصاديه والبطاله وغيرها. ايضا تكلمنا عن النشاط الاقتصادي وقلنا بانه المجهود الذي يبذله الافراد بهدف تلبيه الرغبات واشباع الحاجات الانسانيه بواسطه السلع والخدمات التي يتم انتاجها. وفي اطار النشاط الاقتصادي تكلمنا عن الحاجات الاقتصاديه، والحاجه الاقتصاديه هي شعور بالحرمان الذي يدفع الفرد للبحث عما يساعده للقضاء على هذا الشعور واشباعه، وتكلمنا عن خصائص الحاجات الاقتصاديه وقلنا بان الحاجه لا نهائيه قابليه للاشباع وانها ظاهره اجتماعيه، هؤلاء هم خصائص الحاجات الاقتصاديه، في التصنيفات ميزنا بين الحاجات الضروريه والحاجات الكماليه، بين الحاجات الفرديه والحاجات الجماعيه، بين الحاجات الماديه والحاجات المعنويه. والنقطه الثانيه التي تكلمنا في اطار النشاط الاقتصادي هي الخيرات الاقتصاديه. والخير الاقتصادي هو اي شيء قابل لاشباع حاجه انسانيه بطريقه مباشره او غير مباشره. في اطار خصائص الخيرات الاقتصادية تكلمنا على انها محدودة الكمية، قيمة لها قيمة نفعية، لها قيمة تبادلية والقابلية للإحلال. في اطار التصنيفات قلنا بأنه من حيث كميتها نجد بأنه هناك خيرات حرة وخيرات اقتصادية، وقلنا بأنه موضوع علم الاقتصاد يتكلم عن الخيرات الاقتصادية وليست الخيرات الحرة. من حيث أهميتها فهناك خيرات ضرورية وخيرات كمالية من حيث الهدف من استخدامها فإنها إما ستستخدم للاستهلاك فنتكلم عن خيرات استهلاكية أو ستستخدم للإنتاج فنتكلم عن خيرات إنتاجية عدد مرات استخدامها إما أن تكون معمرة أي عدد المرات متعدد وإما أن تكون ستستعمل لمرة واحدة فنتكلم عن الخيارات الغير المعمرة أو الفانية الخيرات الاقتصاديه في اطار علاقتها ببعضها البعض فتكلمنا عن خيرات بديله او خيرات متكامله او مكمله لبعضها البعض في اطار العمليات الاقتصاديه تكلمنا عن الانتاج المبادله والتوزيع والاستهلاك في اطار الانتاج هو العمليه الموجهه لاجراء تحويلات على الموارد التي من شانها ان تؤدي الى ظهور السلع والخدمات سواء كانت انتاجيه او استهلاكيه في اطار عوامل الانتاج تكلمنا عن العامل الطبيعي، العامل البشري وعامل راس المال والمنظم. في المبادلة تكلمنا عن انها تبادل المنتجات بين المنتجين والمستهلكين فاما تتم المبادلة سلعة بسلعة اخرى او ما يسمى بالمقايضة او باستعمال النقود. في اطار التوزيع هو تحديد الثمن المقابل لخدمات عناصر الانتاج التي تساهم في العمليات الانتاجية المختلفة وبالتالي فإننا نتكلم عن نصيب عوامل الإنتاج، الريع للعامل الطبيعي، الأجور للعامل البشري، والفائدة لعامل رأس المال، والربح للمنظم. في إطار الإستهلاك هي العملية التي بها تشبع الحاجات الإقتصادية والتي يأخذ تأخذ صورة إنهاء سلعة أو الخدمة، واستنفاد ما فيها من منفعة. وفي إطار التصنيفات تكلمنا عن الإستهلاك الوسيطي، والإستهلاك النهائي، الإستهلاك الخاص والعام، والإستهلاك الفوري، والإستهلاك التدريجي. في اطار التحليل الاقتصادي قلنا بان هناك نوعان من التحليل الاقتصادي الاقتصاد الجزئي الذي يهتم بتحليل الظواهر الاقتصاديه على مستوى الفرد والاقتصاد الكلي الذي يهتم بدراسه الموضوعات باطار كلي او بشكل عام في المناهج تكلمنا عن مناهج المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي وفي طرق التحليل تكلمنا عن الطرق الطريقة الوصفية والطريقة الرياضية والطريقة القياسية هذا كان تذكير للفصل الأول لمادة مصطلحات علوم اقتصادية والتدبير في إطار الفصل الثاني سنتكلم عن تطور الفكر الاقتصادي والذي سيقدمه الأستاذ أبو زيان الدعباجي في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله